تجسيدا لتوجيهات وتعليمات السيد رئيس الجمهورية، تستفيد اليوم ولاية خانشتا من 10 حافلات من نوع مرسيدس موجهة لتحسين ظروف التمدرس لأبنائنا التلاميذ. هذه العشر حافلات خصصت من طرف وزارة الداخلية والجامعات المحلية والتهيئة العمرانية. الحاضرة الآن بهذه العشر حافلات توصل إلى 173 حافلة موجودة على مستوى البلديات للتكفل بهذا الجانب من التمدرس وهو النقل المدرسي.